السيدات والسادة حياكم الله، نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. مسيرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل المحافظ محروس الموالي للإصلاح. افتتاح مشروع البناء والتأثيث الدور الثاني لمركز الأورام السرطانية في سيئول. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أكثر من 2000 سلة غذائية لأهل أرياف المكلا. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم، ونبدأ أخبارنا من عدن، حيث التقى الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أحمد حامد لملس بقائد اللواء 11 صاعقة العقيد أكرم الحنشي لمناقشة الوضع العسكري الميداني في محافظة أبين وجاهزية قوات الجيش الجنوبي. وخلال اللقاء ثمن لملس الأدوار البطولية للوحدات والفصائل العسكرية الجنوبية في دفاعها الأسطوري عن أرض الجنوب من الأعداء المتربصين به، مشيدا بالتضحيات الجسيمة التي تقدمها القوات الجنوبية في ميادين الشرف والبطولة والانتصارات العظيمة التي كان آخرها في جبهة الضالع. من جانبه أكد العقيد الحنشي جاهزيته واستعداد منتسبي اللواء لكل المهام الوطنية والدفاع عن أرض وشعب الجنوب، مؤكدا أن محافظة أبين تعد حاضنة شعبية للقوات المسلحة الجنوبية من خلال التأييد الواسع لأبناء المحافظة للمجلس الانتقالي الجنوبي ورفضهم القاطع لوجود الميليشيات الإرهابية في بعض مناطق ومديريات المحافظة. ولفت الأمين العام إلى أن المجلس الانتقالي ملتزم للأشقاء في التحالف العربي بالتهدئة وضبط النفس وإتاحة الفرصة للمشاورات التي ترعاها السعودية بغية إيجاد حلول ومعالجات للوضع القائم في الجنوب. وفي شبوة، أقدمت ميليشيا حزب الإصلاح المسيطرة على المحافظة على خطف الصحفي الجنوبي جمال شنيتر مدير الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي بشبوة ومراسل قناة الغد المشرق. وقالت مصادر خاصة أن ميليشيات حزب الإصلاح اقتطفت الصحفي الجنوبي جمال شنيتر في نقطة مفرق الحوطة بمديرية عزان بشبوة دون معرفة أسباب الاختطاف. أما في سقطرى، فقد نظم أهالي مدينة العاصمة حديبو مسيرة شعبية طالبت برحيل المحافظ رمزي محروس والاعتراض على سلطته الموالية لحزب الإصلاح والتي تستهدف السكينة العامة في الجزيرة وعرقلة عجلة التنمية فيها. وردد الأهالي بهتافات ورافعوا شعارات في المسيرة طالبت برحيل المحافظ. وشهدت الجزيرة خلال الفترة الماضية خروج العديد من المسيرات الشعبية الرافضة لسياسة حزب الإصلاح والمطالبة برحيل المحافظ محروس والتي كان آخرها الأسبوع الماضي بخروج مظاهرة نسوية. ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي موالا غذائية وإيوائية إلى نازحي محافظة الضالع. ونصبت السلطة المحلية مخيما لنازحي منطقة الحجر بمحافظة الضالع، وقامت بتزويد المخيم بمواد غذائية وخزانات مياه وحمامات متنقلة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث ضم المخيم الذي شيد في منطقة سناح نازحين من منطقة حجر كانوا موزعين على عدد من مدارس، وتم تجميعهم في وحدات سكنية قيد الإنشاء ومخيما ليتسنى للطلاب بأعوامه الدراسية الحالي. بدوره قدم وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف شكره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على وقفتهم المشرفة إلى جانب النازحين والطلاب. هذا وعبر النازحون عن شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي لسعى لتأمين مأوى للنازحين في ظل الحرب التي تشهدها المحافظة، وأثمنوا كل الجهود تقدمها دولة الإمارات لأبناء الضالع. وننتقل إلى أخبار حضرموت، حيث شهدت مديريات وادي حضرموت المحافظة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية خصوصا في قطاع التربية والتعليم لما له من أهمية في بناء ونهضة المجتمع. واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مع السلطة المحلية بوادي حضرموت خارطة التدخلات التي جاءت ترجمة لتوجيهات محافظ حضرموت والمتمثلة في عدد من الملتزمات الدراسية والرياضية والمختبرات العلمية وغيرها التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية في مدارس الوادي، منوها للجهود الحثيثة والمتابعات المتواصلة للأخ المحافظ بشأن اعتماد
الخانات الوظيفية للمتعاقلين في الساحل والوادي، والتي كان آخرها توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة المالية بهذا الخصوص. افتتح بمدينة سيئون مشروع بناء وتأثيث الدور الثاني لمركز الأورام السرطانية بتكلفة إجمالية بلغت 148,499 دولارا بتمويل من حصة حضرموت من مبيعات النفط. ويعد مشروع بناء الدور الثاني لمركز الأورام السرطانية أول مشروع يتم افتتاحه بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط، ويتكون من 5 غرف للترقيل وقاعة كبرى للاجتماع ونشاطات التوعية ومصعد كهربائي ومكاتب إدارية، كما أن المشروع يعمل تقديم الخدمات المجانية لجميع المواطنين من كافة المحافظات. ويجري حاليا العمل لتنفيذ 14 مشروعا صحيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليون دولار. عقدت لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها بمدينة المكلا برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمشاريع ذات الأولوية. وبعد مناقشات مستفيضة أقرت اللجنة ترسية مشروع توريد وتركيب خط مجاري جولة الكتاب على شركة القويزي للمقاولات، وترسية مشروع إعادة تأهيل الخط العام لمنطقة روكب على مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات العامة، إلى جانب إقرار الفوارق السعرية في مجال مشاريع المباني وتكليف مكتب الأشغال العامة بتحليل البنود، وكذا إصدار تعميم لكافة الجهات الحكومية والمديريات بعدم إنزال أي مناقصة إلا بعد استكمال كافة الوثائق والإجراءات القانونية حسب قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية واتباع الوثائق النمطية في ذلك. تمكن أفراد النقطة الأمنية بمنطقة راس حويرة التابعة لمعسكر الأدواس من إلقاء القبض على مهرب لمادة الحشيش المخدر وبحوزته 1 كيلوغرام ومتوجه على متن حافلة أجرة إلى مدينة المكلا، حيث تمت عملية الضبط من خلال التفتيش الدقيق للحافلة، وتم إحالة المهرب وما ضبط بحوزته إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك. قامت لجنة من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت ومكتب وزارة الزراعة والري بحضرموت بالنزول الميداني إلى وادي ظلوم ومنطقة ردفان بمديرية بروم ميفع لإجراء الدراسات وإبداء الآراء الفنية للمشاريع الاستراتيجية. ويهدف النزول الميداني إلى دراسة ورفع الرأي الفني للأعمال التعدينية والزراعية بالوديان والخطط الاستراتيجية لهيئة المساحة الجيولوجية في تشجيع الشباب لتنفيذ المشاريع الصغيرة والحرفية ولتقليل وتقليص البطالة بين أوساطهم، بحيث تعود الفائدة للعاملين بهذا المجال، وكذلك استفادة مناطق الامتياز من تنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي في مجال البنية التحتية لمنطقة الامتياز تحت إشراف السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية. ناقش المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم مع رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة الباحث خالد مدرك إسهامات المؤسسة في حفظ التراث والموروث الثقافي الحضرمي. واستعرض الباحث مدرك أعمال المؤسسة من خلال إقامة الورش والندوات العلمية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى إصدار الكتب والأبحاث والنشرات التعريفية وكذا المشاركات الأدبية والثقافية. من جانبه أشاد مدير الثقافة بما تقدمه مؤسسة حضرموت من دور إيجابي في نشر التوعية بأهمية التراث وحفظه وتقديمه للأجيال والباحثين، وبالإصدار الإعلامي المهم موسوعة وسائل الإعلام الحضرمية بوصفه يمثل مرجعا يؤكد الريادة الحضرمية في الصحافة. وفي ختام اللقاء أهدى الباحث خالد مدرك نسخة من كتابه موسوعة وسائل الإعلام الحضرمية للمدير العام لمكتب وزارة الثقافة. دشنت بمدينة المكلا الحملة التخصصية لطب وجراحة العيون تنفذه مؤسسة البصر الخيرية العالمية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفترة من 7 إلى 21 أكتوبر الجاري.
وتستهدف الحملة مديريات محافظة حضرموت لإجراء الكشف والمعاينة اللازمة لجميع المرضى لتخفيف معاناتهم وإجراء الفحوصات لهم وصرف العلاجات والنظارات التي يحتاجها المرضى، وكذا إحالة الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية في العيون لمستشفى هيا اليحيى لطب العيون بالمكلا. وخلال تدشين أعرب نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعم وتمويل هذه المخيمات والحملات العلاجية لتخفف معاناة المرضى في حضرموت. بدعم من دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنساني، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2200 سلة غذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها من خلال قوافل إغاثية تم تسييرها إلى عدد من القرى والمناطق الريفية بمحافظة حضرموت، واستفاد من معونات الغذائية 11,000 شخص من الأسر غير القادرة على تحمل ظروف الحياة المعيشية الصعبة. ويأتي هذا في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي حضرموت ومختلف المحافظات المحررة. وخلال مراسم التوزيع عبر مدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد العكبري عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وفريق الهلال الأحمر الذي يبذل جهدا كبيرا للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف المعاناة التي يتكبدها الأهالي في ظل الظروف الصعبة، مشيدا بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من سكان المناطق والقرى النائية في أرياف المكلا وتسييرها لهذه القوافل الغذائية لتخفف من معاناتهم وتحسين حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية. انعقدت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت جلسة مناقشة رسالة الماجستير للباحثة نادية محمد سالم بن عثمان المدير العام السابق للمعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمكلا من كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت. وسعت الرسالة إلى التعريب بمدى تطبيق معايير الحكم الرشيد وبيان مستوى الكفاءة الإدارية في الجهاز الإداري بالمنظمات الحكومية في حضرموت ومعرفة دور معايير الحكم الرشيد في تحقيق الكفاءة الإدارية بالجهاز الإداري. وقد توصلت الدراسة إلى أن الحكم الرشيد مفهوم إداري حديث ويعتبر نظاما لمواكبة التغيرات والتطورات الإدارية في بيئة العمل، وأن اعتماد معايير الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون والعدالة والمساواة في المنظمات الحكومية تؤدي إلى تحقيق التميز في الأداء والقضاء على الفساد الإداري. وقد أشارت لجنة المناقصات برسالة الباحثة وأقرت منحها درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مسيرة حاشدة في سقطرى تطالب برحيل المحافظ محروس الموالي للإصلاح. افتتاح مشروع بناء وتأتيث الدور الثاني لمركز الأوراق الصرافية في سيئون. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أكثر من 2000 سلة غذائية لأهالي أرياف المكلا. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.